خزامة بتخلصي دوامك بترجعي لعندي على البيت. لعبة كاتش مي اف يو كان سمعاني فيها؟ طبعا القط والفار وهيك الواحد بيتخبى ما بحبها. هاي المفتاح. ليكي بيتي مفتوح إليك وبيت أختك مفتوح، يعني نقي أي بيت فيهم حابة تروحي عليه وروحي. على بيت أختي بس يعني أنه مقلتني ولا أنا غلطانة؟ هي بسكي لقلك أنا نسيت وهي نسيت، بقيان أنت تنسي. خلص عرفنا السبب والنتيجة وبعدين. شكرا كثير شمس. ولو باي. جوج شو؟ أنا طلبت من خزامة ترجع على البيت، بعرف إنه هاي رغبتك. أول شي تفضلي، هاي إلك. يسلموا إيديكي. أنا رايحة على شغلي وبحاكيك المساء. راسك جوري. على فكرة سمسم جوا. جبت لك يا ولو جوري. شغلة تانية حبيبتي، ما في غيرك تروحي تجيبي بنتها لخزامة. تذكري إنه في بنت بحاجة لأمها وبحاجتك. I love you. شو قال؟ سمعت بدك تستقيل؟ لك دخيل ريحته ملوخيه الشام ما اطيبها. هاتي لنشوف شو نبت لك هديك. شو نبت لي ما نبت لي؟ سمهار كل ما بسالك عن علاقتك بهي البنت بتلف وبتدور بتلف وبتدور ما بتعطيني جواب واضح، شو القصه؟ شو بدي اقول لك يعني؟ تعرفت عليها هون عند رفقاتي اول ما اجيت على البلد وزبطت لي شغلي وهيك. بس والله مالي نسيان لجميلة، حاطط لها يا فوق راسي. سمهار ما في بنت بتنفعل وبتتصرف بهي الطريقة وبتغار بهذا الشكل كرمال جميل عملته معك. بس أنا ما بحياتي وعدتها بشي. مو ضروري توعدها. أنتوا كنتوا مثل أي اثنين بيفوتوا بيطلعوا مع بعض، يعني كابلز، مزبوط ولا لا؟ يعني بصراحة هي استعجلت وأنا وأنت ما مانعت. أنا ما عم حاسبك على فكرة ولا بيحق لي أصلاً ولا عم بحكم عليك. أساساً البنت ما كتير عاجبتني، يعني ما بتشبهنا. بس الصح صح، أنت المفروض ما تلعب مشاعرها، صح ولا لا؟ أنا ما لعبت بمشاعرها، هي بنت لطيفة وذكية وحاببتني، يعني هيك صار في شيء لطيف بيناتنا. فهم حالك ومشاعرك كتير منيح وكون واضح معها. واضح انه البنت قد حالها وما في شي بوقف وشها. هات لشوف. احكي لي عن زوارك اليوم. والله حليم شاب بجنن، يمكن يجي يسكن بالبناية. حلو. بس ابوه كل طيبة الدنيا بوشه، أول ما شفته اشتهيت ضمه وشمش معه لولا الخجل يعني. تفضل. نايل. لك شو عم بعمل؟
عايش الحياة عادي وعم بحكي واطبخ واكل علاء بالحبس.